بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في المحاضرات السابقة من stability كمعنى وخاصية للسيستم، وأيضا تناولنا الروابط الكراتيرية. خلال هذه المحاضرة اللي هي تكملة للمحاضرات السابقة وراح نعرض بها بعض الأمثلة والسبيشال كيس، راح نسوي ريفيو بسيط أول شيء للروابط الكراتيرية stability. الروابط الكراتيرية stability بشكل مبسط هي عملية رياضية. من خلال هذه العملية الرياضية يمكن أن نعلم معلومتين. أولاً، المعلومة الأولى اللي يمكن أن نحصلها إن السيستم ستيبل أو مو ستيبل. اثنين، المعلومة الثانية إن السيستم إذا كان مو ستيبل، الروابط الكراتيرية تعطيني عدد الجذور التي تسبب الانستيبلتي. لكن الروابط الكراتيرية ما يؤخذ عنها إنها لا يمكن أن تحدد قيمة الجذور، لكن فقط تعطيني شنو؟ عدد الجذور اللي يسبب. قيم هذا الجذور ما تنطيني اياها الروابط الكراتيرية. نرجع ريفيو بسيط. احنا عرفنا بان الكلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي هي لابلاس ترانسفورم مال اوتبوت على لابلاس ترانسفورم مال انبوت الزيرو انيشال كونديشن، رياضيا يمكن ان نمثلها بداله كسريه بها معادله متتاليه للبسط ومتتاليه للمقام. متتاليه البسط جذورها نسميها بالزيروز، ومتتاليه المقام جذورها نسميها بالبول. جذور متتالية المقام البول إذا كانت تقع في الجانب الأيسر من الجي أوميجا أكسس فهي ستيبل. ليش؟ لأن إذا كانت تقع في الجانب الأيسر من الجي أوميجا أكسس فإن الريال بارت مالتها الجزء الحقيقي مالتها راح يكون نيجاتيف، بالتالي الإكسبونينشيال اللي إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة الإكسبونينشيال راح يكون إكسبونينشيال أس نيجاتيف، وبالتالي مع تقدم الزمن قيمة الإكسبونينشيال راح تتناقص والأوتبوت أو الرسبونس راح يصير بي ديكي، أي إنه راح يستقر الرسبونس مالتي على قيمة معينة. لكن إذا كانت هذه الجذور تقع في الجانب الأيمن الريال بارت مالتها راح يكون بوزيتيف، بالتالي إكسبونينشيال قيمة بوزيتيف مع الزمن يزيد، وبالتالي الاوتبوت ريسبونس مع تقدم الزمن راح يكبر ويصبح السيستم انستيبل، لان احنا نريده ان الريد ريسبونس مالتنا يكون باوسيليشن وبعدين راح يصير بي ديكي الى ان يثبت حول قيمه معينه. اذا بشكل مختصر، جذور متتاليه المقام للكلوز لوب ترانسفير فانكشن اذا كانت الجزء الريال مالتها الجزء الريال لهذه الجذور نيجاتيف فهذه الجذور ستيبل، اذا كان الريال بارت مالتها قيمته بوزيتيف فهذه الجذور انستيبل. راوث كراتيريا شو تقول لك؟ تقول لك السيستم ستيبل او مو ستيبل، وتقول لك ايش قد عدد الجذور اللي سببت ان انستيبلتي اذا كان السيستم انستيبل. ما المقام اللي هي هذا الستاندرد فورم اللي هي اي نوت في اس اس ان، ان اللي هي قوه المتتالية مع المقام، A1 في SN-1 إلى أن تصل إلى AN. أجي أبدأ أحط الـ SSN، أبدأ التابل مع الروابط الكراتيرية A0 A2 A4 A6 و SSN-1 أحط الـ A1 والـ A3 والـ A5 والـ A7 آخر. أبدأ أحسب الـ B اللي هي حاصل ضرب A1 في A2 ناقص A0 في A3 مقسومة على A1، ما هذا وضحناه بالمحاضرة السابقة، وكذلك البي 2 وهكذا السي والدي إلى آخره. الروابط الكراتيرية شو يقول؟ يقول يابا أن تكون هذا الفيرست كولوم من الروابط الكراتيرية تيبل لازم يكون the same sign إذا كان السيستم ستيبل. إذا كان السيستم ستيبل لازم يكون شنو؟ يكون هذني القيم الموجودة بالكولوم الأول المن للراوث كراتيريا تيبل متشابهة الإشارة. إذا كانوا كلهم بوزيتيف أو كانوا كلهم نيجاتيف إذا السيستم ستيبل، لكن إذا كان بهم بوزيتيف وبهم نيجاتيف فعدد مرات تغير الإشارة من بوزيتيف إلى نيجاتيف ومن نيجاتيف إلى بوزيتيف، هذه عدد مرات تغير الإشارة يكون مساوي لعدد الجذور التي تقع في الجانب الأيمن من الجي أو مي أكسس، اي ان السيستم انستيبل وعدد الجذور التي سببت الانستيبلتي مساوي لعدد الجذور لعدد مرات تغير الاشاره في العمود الاول من الراوث كراتيريا تيبل. خلينا ناخذ
هاي هنا قلنا يعني الكونديشن مالته وسبشن كونديشن، هاي مراجعه بسيطه. نجي لمن المثال. المثال عندنا هذا سيستم رافع كراتيه نريد نحسبها له. فالترانسفير او البولينوميال مال كلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي هي اي نوت في اس اس 3 اي 1 في اس اس 2 اي 2 في اس 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 و اي 3 في اس 0. اذا ال ان عندنا 3 ادي اس اس ان اللي هي اس اس 3 اي نوت اي 2 اللي هي اس ان والاي 2 اللي هي اس اس ان ماينس 1 اللي هي 2 الاي 1 مالتها والاي 3. ادي احسب اللي سميناه البي اللي هو اي 1 في اي 2 ناقص اي نوت في اي 3 مقسوم على اي 1. هاي طلع عندي هالرقم. هنا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي اي 1 في صفر اي نوت في صفر مقسوم على اي 1 اذا صفر. هذا الرقم اللي هو هنا هذا التيام كله في اي 3 ناقص اي 1 في صفر مقسوم على هذا التيام. فهنا هذا التيام في اي 3 ناقص صفر مقسوم على هذا التيام، فالتيام يختصر بمبسط المقام فيطلع عندي اس 3. اذا نباوع لي الكولوم الاول. هذا العمود الاول من التيبل. هذا العمود الاول لازم شي يكون شرطه؟ لازم يكون اذا كان السيستم ستيبل لازم يكون شنو؟ يكون ذا سيم ساين. اذا لازم اباوع لهذا التيبل بما ان عندي انا الاي نوت والاي 1 اثنيناتهم بوزيتيف والاي 3 بوزيتيف، اذا لازم يكون هذا التيرم ايضا بوزيتيف حتى يكون عندي سيستم شنو؟ ستيبل.